طبعا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، سعد على هذا الاتصال وسلمنا على الكابتن يحيى. يسمعك. وعلى جميع المشاهدين، طبعا اكيد انا الان معاناه الطلبه بعد اتمرن و تمارين خاصه لي. نعم. لان احنا ان شاء الله يعني الواحد قدامنا شهر ونص وعندي مباراه مع هذا الطلبه، اكيد راح نكون جاهزين ان شاء الله بياخذ البدنيه وفر لياقه بدنيه. نعم. وان شاء الله احنا ايضا عندنا تجمع اللي ارحني بالموضوع انه المدرب طلب من الاتحاد انه يكون معسكر لمده 10 ايام تقريبا. هذا الشيء يعني اتعدى انه الاتحاد وافق على هذا الشيء. لان دائما التجمعات يمكن الكابتن يعرف اكثر من التجمعات، هي دائما تنطي نتائج للمنتخب ورؤيه كبيره للمدرب حتى يقدر يختار اللاعبين ويجهز اللاعبين للمباريات. نعم. طبعا اكيد الكل يعرف انه مباراه قادمه مع تايلاند ومع فيتنام هي مهمه ومفصليه للمنتخب العراقي، لكن ان شاء الله اللاعبين كلهم يكونوا جاهزين وعند الجماهير العراقيه. نعم. تعرف هاي فتره التوقف، يعني فتره توقف سلبيه، اللي اليوم فتره توقف في الدوري وانت لاعب الان دوري محلي تلعب مع نادي الطلبه، ونتمنى لك التوفيق والتوفيق ايضا لفريق الطلبه في مسابقه الدوري. شلون تنظر لهذا التوقف؟ هل بالفعل توقف ياثر سلبيا على اللاعبين، خصوصا وانه في فتره حرجه من عمر الدوري ومن يعني استمراريه وانسيابيه اللاعب؟ طبعا الكل يعرف احنا لاعبين الاولمبي ما يقارب تقريبا 8 لاعبين الى 9، اذا ما وصل اكثر من 10 لاعبين هم الاولمبي لاعبين المنتخب الوطني. اللاعبين الباقيين يعني يمكن تنقل رؤيه المدرب، لان صراحه هو المدرب دائما يعاني منها، يعني المدربين انه اللاعبين ما يعرفون جاهزيتهم من يجون للمنتخب، هل هم جاهزين؟ لان تعرف انت كل لاعب يقول لك انا جاهز، يعني المدرب يقعد وياه يقول له انا جاهز، من يلعب بالمباراه تلاقي لياقته البدنيه ما مكتمله. فاعتقد انه اللاعب هو اللي يحافظ على نفسه، واللاعبين اللي موجودين اعتقد يونس و لاعبين المنتخب كابتن يونس، لاعبين المنتخب يشعرون بحجم هذه المسؤوليه، انه وراهم استحقاق مهم، حتى وان فرقهم سرحتهم قالت لهم روحوا اقعدوا ببيوتكم واخذوا اجازه، اللاعب هو يخضع لمنهاج تدريبي خاص به، يتدرب حتى يحافظ على لياقته، يحافظ على مستواه. طبعا شوف انا اتمنى اللاعبين انهم كلهم يكونون جاهزين ويحسون بحجم المسؤوليه. انا بالنسبه من ناحيتي الحمد لله والشكر الكل يعرف اني المسؤوليه ان كانت مباراه وديه او مباراه رسميه انا لازم اجهز لها بكل جاهزيه. اعتقد اللاعبين يعني عندي اتصال بعلي عدنان، اكثر اللاعبين عندي اتصال فيه ودائما احسهم انه هاي المباراتين مفصليه بتاريخنا احنا كلاعبين وهم كلاعبين شبان، انه هاي المباراتين راح تفتح لهم هواي ابواب، يعني عندهم انه يكونوا جاهزين لهي المباراه وهي المباراه تطلب لهم انه يحضرون حتى لو اقرب وقت، يعني اكثر وقت يكونوا مع المنتخب، لان تعرف مثل ما قلت لك انه اللاعبين من يكونون تحت فتره المدرب في اوقات يعني وقت كبير راح تقدر يساهم ويساعد المدرب انه يجهز اللاعبين للمباريات. سمعنا انك راح تحترف في البحرين، ما صحت هذا الخبر؟ والله استاذ حسن انا من البحرين وجاني من الامارات قبل يومين، وحتى من كوريا اليوم اتصلوا بي جماعه بس الكل يعرف قلت لهم انا معتز بكره القدم. نعم. لكن هاي الفتره رجعت لان اعتقد عندي التحقيق لنادي الطلب لازم اعيد الفضل، وايضا المنتخب يمر بمرحلة انتقالية يعني مثل ما نقدر نقول لان الظروف اللي يمر فيها، لكن عندي احترافيا يعني صراحة يعني بطلت رغم انه الكاس رعيز على علي، لان الكاس دائما يقول لي هل ترجع تلعب بالاحتراف، لكن انا احتفيت بالاحتراف، الان عندي شغل داخل العراق اعتقد بلدي كان محتاج فيه، وانا جيت لبغداد حتى اكون قريب من المنتخب. نتمنى لك التوفيق. يعني سؤال قبل ان نتغادرنا، ايضا سمعنا او هكذا نشرت بعض المواقع الالكترونيه بان موعد اعتزالك سيكون بعد مباراه الاخيره امام المنتخب الفيتنامي، يعني ما صحت هذا القول؟ يعني قبل ان شاء الله ذاك اهلنا، يعني قبل ان نروح للتصفيات الحاسمه تعتزل؟ طبعا انا الان موجود مع المنتخب العراقي، اعتقد هم الاول والاخير هو المباراه الثالثه في فيتنام،
هذا بالنسبة لما تكون هاي التصفيات، هي التصفيات الأخيرة ليونس محمود. أتمنى أن نعرض هاي المباراتين، بعدها راح أعمل مع المدرب أكيد المدرب إلى رؤية، وإذا كانوا محتاجين يعني موجود بخدمة المنتخب العراقي، وإذا كان المدرب ما راح يتحدث بذي في الفترة أكيد راح أعطي. نعم، المدرب يحيى علوان قبل قليل قال أن كل شخص يطالب الكابتن يونس محمود بالاعتزال هذا يغار منه. قلت له تقصد نشأة أكرم؟ أنا قلت له تقصد نشأة أكرم؟ أنا ترى ما أقصد. أنا سألت. أنا ما أقصد نشأة أكرم. أي نعم. طبعا هذا الموضوع صار تقريبا 5 سنوات من اليوم الباحث. أي نعم. حد يعني محمود موجود مع المنتخب وقدم وسجل. طبعا السؤال حتى يعني بس شغلة إنه الناس اللي ما تفهمها يعني. بعض الاشخاص يوصلون الموضوع غلط للناس، الناس بعض الناس يعني اللي ما هم يعرفون بالرياضه مثل كرياضيين او كاعلاميين. نعم. انه انا مهنه يونس محمود هي تختلف عن مهنه كل اللاعبين، خاصه المهاجم اذا كنت انا او مهند او حمادي او مروان او امجد او ايمن. احنا شغلتنا التهديف، احنا لو ما صحيح عمله نادره كما يقال، كما يقال عنكم عمله نادره يعني صعب واحد يلقاها. هي هاي المشكله، هاي اللي بعض الاشخاص اللي يطالبون اعتقد لاغراض شخصيه وليس لاغراض لمصلحه المنتخب العراقي. نتمنى لك. طبعا اللي سجل لي واعتقد يعني الكابتن يحيى موجود يمك، هو رجال كبير بهذا الموضوع ما يحتاج يعني. نعم. احنا بعدنا مجاين عدنية، هو الرجال بالرياضة، اعتقد اي مدرب يتمنى انه يكون عنده هداف الكروب او يسجل له هدف او هدف او يسمح له هدف. نعم. او يسوي الفارق للفريق، فهذا اعتقد هاي العملة نادرة. نعم. لكن احنا جماعتنا هو كله تسقيط وليس اكثر. احنا شاهدنا هذا يعني فعلا وليس قولا يعني على ارض الميدان، وخصوصا في مباراة العراق امام المنتخب التايواني، كنت حقيقة الورقة الرابحة والمؤثر في تسجيل الهدفين، سجلت هدف وصنعت هدف، وكان لك تأثير كبير على لاعبيك باعتبارك قائد للمنتخب العراقي، ما تزال تمثل الدور الأهم والدور القيادي داخل الميدان وداخل الساحة. شاكر اتصالك وأتمنى لك التوفيق، وأتمنى لك إن شاء الله أن تقود المنتخب العراقي في المونديال القادم اللي سيكون في روسيا.